فهذه الثورات أنا واثق أن نهاياتها عظيمة جدا. أنا أريد الذين قالوا أنها فتنة وأنها ثورة وأنها لا تجوز والتظاهر لا يجوز والقيام على ولي الأمر لا يجوز، هذا اللعب. هذه رسالة مني لعلماء السلاطين الذين يطالبون البشر بطاعة ولي الأمر، بطاعة ولي الأمر. ما في طاعة لولي الأمر إذا ظلم. ولن أتنازل عن خطبة الفتنة هذه، مدام هذا هو الفتنة اللهم أحيني من خطباء الفتنة وأمتني منهم واحشرني معهم. أما أهل سوريا فسوف يسطرون بدمائهم صفحة من تاريخ عز هذه الأمة. كم مات في التزلج وفي التفحيط وفي الدرباوية وفي المخدرات وفي المسكرات وفي حوادث السيارات، وانت خايف على 5-6 يموتون؟ فليموتوا فليموتوا فليموتوا. بضع سنيات، اصبروا بضع سنيات وسترون بأم أعينكم كيف تتحول المنطقة كلها إلى صالح الإسلام والمسلمين.